ما بتتكسف مني يا حنفي؟ صاليك ده انا اخوك يا جدع، تروح للغرب ده انت تيجي تقول لي مسعود انا عاوز فلوس يا راجل عيب. ايه ده؟ مش تقول لي اذا سمحت، لا انا بقى في عشم تيجي كده تقول لي مسعود انا عاوز فلوس يا ده. طبعا صوت عالي كده يوين يوين، احنا اخوات صاليك وين عليا. طب مسعود انا عاوز فلوس. وانا عاوز برضو. ايه يعني؟ صاليك ايه يخص علي ايه؟ طبعا الله عيب تكسف مني انا، كذب مني. لا 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 ما كلمنيش يا حنفي. ما انا ما كذبتش وقلت اهو. لا ما هو لازم تقول. طب وانا كذبت انا كمان؟ ما انا كذبتش اهو برضه. طب انا ابط ايه؟ مش مهم بقى، المهم الحاله النفسيه. حاله نفسيه انت عاوز اوكي، انا عاوز اوكي، يا ريت تشوف حد يدينا وننهي المشكله.